في مسج تانية على الفيسبوك والصفحة بتاعت برنامجنا إنبوكس بتقول أختي حلمت بيا وأنا داخلة الحمام أستحمى ومعايا شخص تاني شكله حلو وإحنا ملفوفين بقماش أبيض وأبويا داخل معايا ولابس جلابية بيضة وصدره أحمر وبصحة كويسة في الحلم، مع العلم إني آنسة واسمي هاجر وأختي اسمها غادة. للأسف الشديد الرؤية غير طيبة، لأن أولاً لفت الـ 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 الملاية دي الملاية دي مش مستحبة، دي دعوة صريحة لزنا، فهي مش مستحبة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، دخول الحمام هو مصدر الأذى، هو مصدر الكبائر، هو مصدر أخطاء البني آدم. حتة إن والدها معاها في القصة دي، فمعنى كده إنها مفترض إنها تعمل حساب لأهلها قبل ما تعمل حساب لنفسها، لأن ده واضح إن اندراج في حب، والحب بيبقى أعمى، فهي ممكن يعني يؤدي بها إلى وقوعات كتيرة، فانتبهي يعني، والله أعلم.